تشهد مناطق شمال غرب سوريا ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين بفيروس كورونا بعد انتشار متحور دلتا، فيوميا تسجل شبكة الإنذار المبكر أكثر من 1000 إصابة وسط مخاوف من انهيار القطاع الصحي المنهك وتحذيرات من كارثة صحية وشيكة، خاصة مع الإصابات الكثيرة في كوادر القطاع الصحي. لاحظنا في الأيام أو الأسابيع الماضية ظهور عدد حالات كبيرة من الإصابة بمرض كوفيد 19، والجديد في الأمر هو المتحور دلتا الذي طغى على جميع الإصابات تقريبا. طبعا المتحور دلتا يتميز بسرعة الانتشار، فوعة عالية، شدة إمراضية، إصابة لشرائح عمرية أكبر وأصغر، يعني صارت إصابات عندنا كبيرة بين الأطفال. تجاوزت الإصابات اليومية بحدود 1500 إصابة يوميا. مديرية الصحة في إدلب أعلنت عن إجراءات لمواجهة الموجة الجديدة من الوباء، على رأسها تسريع وتيرة التلقيح وزيادة عدد الفئات المستهدفة بالتطعيم وإطلاق فريق طبي لمتابعة حالات الإصابة في المنازل في مدينتي إدلب وأريحة. الخطة بتعتمد أنه الفرق، مجموعة من الفرق راح تعمل على خط ساخن وتنسق عملها مباشرة مع المريض اللي هو غالبا راح يكون اما حالة مشتبهة للكوفيد، يعني هو اما مخالط لحالة ايجابية او عنده اعراض ولسه ما اخذ مسحة او اخذ مسحة ولسه ما طلعت النتيجة. الحالة الثانية انه يكون مريض مؤكدة اصابته، مسحته ايجابية ولكن وضعه متوسط وما في عنده اعراض شديدة ولا عنده نقص اكسجين، فهذا ممكن يتابعه في البيت. وفي الوقت الذي بات فيه الوضع ينذر بكارثة مع توقعات بانفجار أعداد الإصابات، فإن تعاطي السكان مع الحدث الطارئ لا يبدو على حجم المحاذير والخطر، وإن بدأ بعضهم يظهر التزاما بارتداء الكمامات في حين تسير عمليات التطعيم باللقاحات ببطء شديد. حسب مختصين لم تصل موجة كورونا إلى الحد الأعلى بعد، ولكن المنظمات الصحية ومديريات الصحة ومنسقو الاستجابة والدفاع المدني دقوا ناقوس الخطر بسبب عدم وجود أماكن في المشافي أو مراكز العزل لمرضى جدد بفيروس كورونا. أحمد أمين، تلفزيون سوريا، مدينة إدلب.